وأول فقراتنا لليوم رح نروح لنحكي عن مصطلح عام كلياتنا بنحلم فيه وبنطمح له، كل حدا فينا بيتمنى انه يكون يعيش بسلام بهدوء وبسعادة، ولكن اليوم هل مصطلح السعادة متاح للجميع ضمن الظروف، ان كان الظروف الحياتية، الظروف المحيطة، ان كان حتى بالظروف المادية، شو هي السعادة؟ هل هي اليوم لحظات فرح ممكن نحن نعيشها عبارة عن لحظات عابرة؟ أكيد لا، اليوم في سلام داخلي، في قناعة وفي رضا عن حياتنا، في قناعة انه نحن هاد واقع ودائما نطمح للتحسين، ولكن في ناس يا ليلى بتقلك انه انا فقدت السعاده بحياتي، في ناس قادره تعطيك السعاده وناس قادره تهدمك وتشيل السعاده من حياتك. تماما يا رشا، مثل ما حكيتي هي رضا وسلام داخلي، يمكن كل شخص بالنسبه له السعاده بياخذها من مفهوم اللي هو بيحبه، لكن اليوم نحن قادرين رغم كل الصعوبات والتحديات اللي عم بتواجهنا بيومنا نعطي لو مساحه لحالنا نهرب من هذا الشيء من الصعوبات لناخذ لو نسرق لحظه سعاده، اكيد نحن بحاجه. يمكن كثير من الاشخاص بيكونوا عم يسمعونا بيقولوا انه بهي الظروف عم يحكوا عن السعاده، لا نحن بحاجه للحظه نطلع منا من هي الضغوط اللي نحن فيها. يمكن مو اي شخص بيقدر انه يوصل لهذا الشيء، لكن نحن بنحاول انه نطلع من هذا الشيء لحتى نقدر نواجه هي الشغلات اللي عم تواجهنا الصعبه والظروف الصعبه. اليوم نحن لما بنكون رضيانين عن الشيء اللي كتب لنا يا رب العالمين، هذا اهم شيء، الرضا والسلام الداخلي. هذا مو معناته انه نحن نقعد مكتوفين الايدين ما نطمح لشيء، ما نسعى وراء اهدافنا، لكن كمان نحن نرضى ونقتنع باللي رب العالمين كتب لنا اياه، واكيد الشيء اللي موجود عندنا نحن سعيدين فيه، نحن ممتنين لرب العالمين، هذا اهم شيء. هو هي يمكن مفاتيح السعاده كل شخص بيشوفها من مفهومه. اليوم رح نحكي عن السعاده، عن تاثيرها على صحتنا الجسديه والنفسيه مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو آلاء داغستاني، اخصائيه نفسيه واجتماعيه. يسعد صباحك يا آلاء. يسعد لي صباحك وصباح الجميع. صباح الخير، صباح السعاده. يعني انت اليوم مختاره موضوع حيعمل جدل، يعني اليوم كل حدا فينا بيحلم بهي اللحظات انه يعيشها ضمن حياته، ولكن شو هي السعاده؟ هل هي السعاده اليوم سعاده الصحه النفسيه الجسديه الماده بالحياه، اشخاص ايجابيين بحياتنا، اشخاص صادقين بحياتنا، شو هي السعاده؟ طيب هلا اول شيء السعاده اساس لكل هدول، يعني إذا أنا بدي أشخاص كويسين بحياتي أو يكون في أشياء حلوة بحياتي أو مال بحياتي، فأساساً بده يكون عندي سعادة. حكت هي ببداية الحلقة هي عم تعرف على السعادة على السلام الداخلي، فهو فينا نقول نحن أنه تعريف السعادة السلام الداخلي. أنا خليني أقول منظوري الخاص أنا كآلاء بعرفها بعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. فالإنسان يعني هي النظرة يلي بتكون قادرة تشوف الخير أو الشيء اللي عم بيصير معاها إنه هو عبارة عن خير، فأنا أكون بحالة بحث إنه ما الخير في ذلك الآن، يعني أيا كان الموقف اللي أنا عم بمرق فيه أو الشيء اللي أنا عم بمرق فيه، إذا كنت أنا دائما بطاقة ما الخير في ذلك الآن بهذا الحدث بهذا المكان بهذا الظرف أيا كان هذا الظرف، فأنا هون حأبدأ كون بحالة السلام وبحالة السعادة، بحالة الشعور تبع السعادة، لأنه السعادة غير الفرح غير البهجة غير المتعة، كل واحد مصطلح مختلف عن الثاني. اليوم في ناس بتشوف السعادة بس يكون متوفر لها كل شيء، في أشخاص يمكن بيكون متوفر لها فعلا كل شيء بس هي من جوا ما بتحس بهي السعادة. تمام. خلينا نحكي عن العوامل الأساسية لهي السعادة. تمام. هلا مثل ما تفضلتي في ناس متوفر لها كل شيء وما عندها السعاده او هي لا تنعم بالسعاده، وهذا اكبر دليل على انه نحن لما نربط السعاده باشياء او باشخاص او بمال او بمنصب او بنجاح او بشيء، فاذا هو ليس هو مصدر السعاده، انما هو هون بيكون مصدر احيانا متعه احيانا بهجه احيانا فرح، لانه هذول ثلاث مصطلحات مختلفين عن السعاده. تمام. بينما انا لو كنت املك السعاده الداخليه اوكي حاحصل على الاشياء اللي بدي اياها، او حتى لو بدي اقول لك انا كان اي شيء اللي عندي حكون مستمتع فيه. شو هي العوامل تبع السعاده؟ رقم واحد هي انك تنظر يلي قلت لك يا انك تنظر على الخير بالمكان وبالموقف يلي انت فيه. في كثير ناس حتقول لك انه انا هلا طيب عندي موقف يعني مثلا صدمه، عندي فقدان لمال، فقدان لغالي، فقدان لاشياء كثيره. انت لما تكون
بحالة أنه أنا ما الخير في ذلك الآن أو أين الخير في ذلك، تمام؟ فأنا هون حكون عم يعني ما حقدم أتعيش، يعني مو يعني الإنسان السعيد هو ما بيعيش شعور شوي مؤلم أو حزن أو كذا، ولكن هو ما بيضل عايش بهذا الشعور، وحتى وهو بهذا الشعور بيكون مؤمن يقيناً أنه هلأ في شيء، في خير هون، في شيء، فبيبلش يكون هو العقل تمام بحالة بحث وبيظهر لك، لأنه أنت كل شيء قائم عندك حسب البرمجة الموجودة عندك بالداخل تمام. فهذا رقم واحد، أني أنا أدور على الخير. رقم اثنين، أني أنا أكون ممتن للنعم الموجودة بعالمي. قد ما كان الإنسان عنده مشاكل أو عنده مفقودات بحياته، ولكن هو بالنهاية عنده كثير أشياء موجودة بحياته. فهو مثلا يملك صحة، يملك أشياء، يملك جزء من المال، يملك بيت، يملك مأوى، يملك نوع من الطعام، فهو أكيد في عنده أشياء موجودة. فإذا الإنسان كان عم بيركز على الموجود وعم بيعيش بشعور أنه هذا الشيء الموجود عندي شيء واو الحمد لله أنه موجود، فهون الشكر يلي هو عم بيقوم في هذا الامتنان هو عملية الشكر، النظر إلى النعم. فبالتالي حيستوجب أنه يكون عنده الزيادة من هاي النعم والمزيد من الفتوحات بهذا المكان. هدول الأشياء هون بيكون صار عندي الرضا يلي هو الأساس للسعادة. الرضا هو أن أكون رضيان بحالتي السيئة وبحالتي المنيحة، لأني أنا موقن أنه هي فيها خير، ولأني أنا مركز على النعم، فبالتالي صار عندي أنا عايش حالة السعادة. السعادة حالة من عيشة كل يوم من الصبح للمساء، مش شعور. حتى اليوم ما ذكرتي نقطة أنه أوكي أنا معك بكل شيء حكيتي، ولكن هل اليوم القناعة متاحة للجميع؟ أكيد لا. القناعة مش شيء إيجابي، القناعة شيء سلبي. ليش؟ لأني أنا لو اقتنعت بشيء بالإيجابي بالنظر للنعم، لا، النظر إلى النعم هون هاد اسمه امتنان. أنا عم بنظر إلى النعم، وهذا ما بيعني أني أنا ما أكون عم بسعى للأفضل. بينما القناعة تمام يلي بتخليني أنا خلص أنا اقتنعت بهذا الشيء، فأنا ما عاد عندي دافعية للتطور، ما عاد عندي دافعية للأفضل. بينما إذا أنا ممتن على الشكر، ممتن على النعم، عم قوم بعملية الشكر، رب العالمين قال لي ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا أنا هون بعملية الشكر أصلا بحالة ازدياد، فأنا شو بيكون عندي أكثر؟ ليش؟ لحقول لك ليش؟ لأنه أنا لما بكون عندي قناعة فقدت ليش عم بشتغل، فقدت قيمة ليش عم أدرس، فقدت قيمة ليش عم بطلع من البيت، ليش عم بتجوز، ليش عم جيب أولاد، فقدت القيمة، خلص حياتي هيك وإتس أوكي. بينما لو أنا عندي قيمة حلو، فأنا حكون هون عم بستعى من أجله وإزداد. يعني أنا عندي قيمة النفع من خلال علمي، فبالتالي أنا سعيدة مستمتعة بعلمي، سعيدة مستمتعة اللي عم ساوي، عندي قيمة عليا أني أنا بدي أعطي النفع، فبالتالي أنا كمان عم بزداد بإني أتطور وإزداد لحتى زيد من النفع يلي أنا عم أقدمه. تماماً. واليوم يمكن السعادة إلى كثير تأثيرات على صحتنا الجسدية أكيد. والنفسية. خلينا نحكي عن هاي الناحية. يمكن دائما الأشخاص اللي بيكونوا ما نرضيانين عن الشيء اللي هنون فيه، مثل ما ذكرتي حضرتك، دائما متمردين على الواقع أنه نحن معاجبنا هذا الشيء، يمكن كمان هذا الشيء بيرجع على صحتنا الجسدية والنفسية. صحيح، أكيد السعادة هي أساس كتير منيح. لحلك ليش؟ لأنه أنا منشأ الأمراض الجسدية. أنا لما بصير عندي مرض جسدي بعضوي بجسدي، من وين بيجي؟ بيجي نتيجة تراكم لطاقة سلبية من خلال شعور معين بداخلي تمام؟ فكل الأمراض هي جاية نتيجة يا أما كبت شعور، يا أما نتيجة حزن متراكم، يا أما نتيجة أني أنا فاقد طعمة الحياة. أنا شايف أن الحياة هي ما فيها طعمة، اللي هو خلص هاي الحياة هيك بدي عيشها، فاقد القيمة تمام. أنا الأمراض من وين تجي عندي؟ أنا ليش بتحول عندي هاي المشاعر؟ تحول لأكتئاب، تتحول لأمراض نفسية تانية. ما في مرض عضوي بيطلع عندك إذا ما كان عندك أنت شعور متخزن بالداخل. فلذلك لما أنا أكون عايش السعادة، عايش السعادة قرار، أنت بتقرر أنه أنا بدي يكون سعيد. بدي يكون سعيد من خلال الأشياء أو الخطة اللي أنا حاططها لنهاري، بحيث أنه أنا عندي قائمة امتنان يومية، عندي قيمة يومية أنا عم فيق من شانها بهاي الحياة. هون أنت
صحتك بتصير، مناعتك بتقوى، جهازك المناعي لأنه بيتضرر بمشاعرك السلبية فبتتعرض للأمراض. لهيك نفسياً وجسدياً لما أنت تكون عايش بهاي الحالة الممتعة أو السعيدة خلينا نقول، يلي هي حتحقق لك متعة وفرح وبهجة بمواقف حياتك، حتكون أنت أكثر صحة، حتكون أنت خالي من الأمراض بشكل كتير كبير، يعني لدرجة حقيقة أنك ممكن تمر سنة ما تشوف فيها حتى رشح حرفياً، وممكن أكثر، يعني بعد عنك المرض كتير عن تجربة يعني. طيب دائما نحن بنقول العلاقات اللي بحياتنا ممكن تبني وممكن تهدم. نعم. اليوم في اشخاص بحياتنا يعني ممكن يكونوا مصدر سعاده واشخاص يكونوا خلينا نقول سالبي السعاده بالحياه. تمام. اليوم شو تاثير هدول الاشخاص، وهل اليوم السعاده مرتبطه بشخص معين بحياتنا؟ كثير حلو السؤال، حلك شيء. اول شيء المفروض انا الاساسي كشخص ما أربط السعادة بأي مصدر آخر، يعني ما في مصدر تاني للسعادة، يعني ما بربط السعادة بمصدر، لأنه شخص ممكن أفقده مال، ممكن أفقده وظيفة، هدف، نجاح، أي شيء أنا بربط فيه السعادة فصار هو قائم عليه أنا منظومة حياتي كلها، لأنه هو مثل ما بيقولوا أرضية أساسية لإلي، فحيصير أنه أي خلل بالخارج حيدمرني أنا، وهذا اللي بيصير بالناس اللي بتربط الموضوع بشخص أو كذا. أما كيف الأشخاص، الأشخاص أنا سعيد مستمتع، فبتجي أنت بتقدمي لي مفاجأة، بتقدمي لي هدية، بعمل أي شيء أنا وياكي، فأنا شو بصير عندي هون؟ عندي شعور مثلا بهجة، أنا ابتهجت، هذا شعور. أنا لما أنت عملتي لي هيك أنا مثلا فرحت، أو مثلا أكلنا أنا وياكي أكلة، أو رحنا أنا وياكي ملاهي أو شيء، استمتعنا، عشنا متعة، عرفتي كيف؟ بس لو أنت رحتي إذا ما كنتي من جوا مبسوطة وين ما رحتي؟ ما هو هي أنا عم قلك، ما هي السعادة تبدأ بإني أنا أربط نفسي بالمصدر الأساسي، هي أنا المصدر اللي باخذ منه هو مصدري الخالق، تمام؟ فبيجي أنا بعيش حسب القوانين يلي حط لي إياها الخالق لكل شيء بالحياة، يعني بالعلاقات إذا بدنا نحكي على العلاقات، دائماً أنت بدك تكون أولاً ليس أنانية إنما اتزان وتوازن، فالشخص يلي قدامك أنت بدك تكون معطاء له أكيد، وبدك تستقبل منه أكيد، تمام؟ بس بنفس الوقت أنا ما بدي تكون أنه أنا حياتي كلها مرتبطة بهذا الشخص، فبالتالي أنا مش قادر أعيش حياتي لو هذا الشخص صار عليه أي طارئ. أنا ما حقول تركني، حقول أنه صار عليه أي طارئ، سافر، راح، إجا، يعني ما بالضروري يكون هو مثلا أزاكي أو تركي. ولو مثلا هذا الشخص طلع شخص هو عنده سلبيات وقدم لي مثلا إساءة، تمام؟ طيب أنا هون حأتدمر أضعاف عن إني أنا أكون حامية حالي، بإني أنا بعرف حالي، أنا بحب حالي، متزنة مع نفسي، متزنة مع حياتي، عندي أهدافي، عندي قيمي، فبالتالي أنا مش رابطة لو فلان ما شفته اليوم فأنا تعيسة، لو ما حكيت مثلا ماما أو حكيت مثلا حبيبي أو أي شخص آخر فأنا اليوم خلص نهاري انضرب وأنا تعيسة وخفضت طاقتي. هيك أنت عم تستمد الطاقة من مصدر خطأ، فبالتالي أنت حتعيش معاناة بسبب هذا المصدر الخطأ. طب ذكرتي حضرتك نقطة كتير مهمة هي الاكتئاب. أيه. اليوم يمكن كلياتنا بالنهاية نحن بشر، ما في حدا فينا ما بيمرق بهي الحالات. قد ما مثل ما ذكرتي إنه السعادة هي قرار، فعلا نحن لازم نقرر إنه نكون سعيدين، لكن في لحظات الشخص فعلا بيحس حاله إنه ما نو قادر، يعني إنه في لحظات خلص إنه بينهار. هل من الصحيح إنه فعلا هو يعيش هي الحالة، يفرغ الطاقة اللي جواته لو بالبكي لو بشي، أو إنه يهرب من هذا الشيء؟ ينام. هو أنا دائما بقول لك في كثير اشخاص بيهربوا من الواقع بالنوم، بس يمكن هي الشغله ما النوم اجاهم. صح. لا هلا عن جد في ناس كثير بتهرب للنوم، وممكن تنام ايام، يعني مش ساعات طويله، ممكن توصل لايام حقيقه. لا هو لا يعني فيه جيد فيه سيء، بس انه خلينا نقول ما له خيار كثير سيء، لانه هو الجسم كرمال ما يصير فيه اي انفجار داخلي مثل ما بيقولوا، فبيهرب لينام لحتى يعمل تهدئة للأفكار والضغط يلي عم بيصير. هروب. تماما. هلأ مشكلة الاكتئاب تبدأ أصلا بالكبد، يعني هي ما بتوصل لمرحلة الاكتئاب كمرض خلينا نقول، غير لأنه بالأصل أنا صار عندي كبد مشاعري، فمن المهم جدا الاعتراف بالشعور إن كان سلبي أو إيجابي. يعني إذا أنا هلأ كنت حزينة
فما بيصير يقول ايه والله لا انا الحمد لله مبسوطه سعيده كذا منيحه. لا مكابره اسمها هي، مش صح، لانه انت حرفيا انت عم تنفصل، عم تنفصل، عم تصير جزئين، وانت عم بتصير بهذا الجزئين، واحد عم بيقاتل الثاني، واحد عم بيقول لك لا انا حزين تعبان، وانت عم تقول لا انا فرحان، فهذا قتال. لا، الافضل انت لو حزين اوكي اعترف انه انا الان حزين، انا صار معي موقف الان مؤلم، تمام، ببكي، بعبر عن مشاعري، بسأل حالي السؤال كيف فيني اتعامل الآن. أو في سؤال أنا يعني هذا بعلمه كتير أنا لطلابي الصراحة، أول سؤال اسأله بأي شيء صار معك، ما الخير في ذلك يا الله؟ لأنه هذا يعتبر السؤال الصح لتوجيه طاقة الكون لتعطيك الخيار الصح بهذا المكان. ثم بعد منه بسأل حالي السؤال ما الممكن الآن، ما المتاح هنا، بدي شوف. حلو، طيب هاد اذا قدرت انا لاقي شيء بلش فيه فكتير منيح. طب انا ما لقيت شيء بلش فيه، يفضل باسرع وقت تلجا لاخصائي، لانك لما تعالج الشعور لما يكون هالقده، اذا ما تعالج وتشافى الان، هو بعد سنه حيكون هالقد، حيكون بحجم مكثف، وحيكون ممكن يتحول عندي لمرض او لمشكله عضويه. فنحن كثير اليوم من الناس بتتشافى عندي من امراض عضويه بسبب انه بس نحن اشتغلنا على المشاعر، منشا بيكون نفسي اكيد. ما هو بكل الامراض يعني في شيء اسمه الطب التصنيفي المشاعري، وهو دائما بيصنف لك. شو يعني تصنيفي مشاعري؟ يعني انه انا عم صنف لك الامراض العضويه، تمام، شو منشأها شعوري. فأنا بعطيكي كل عضو شو المشاعر يلي ممكن أدت لأنه يكون فيه خلل، في عدة مشاعر بتكون مساهمة لهذا العضو يصير فيه خلل عضوي، تمام، يتحول لمرض. فبالتالي نحن منعالج المنشأ يلي هو الشعوري، بنعمل فيه بحث عميق لنوصل لجذر الشعور الحقيقي أو الصدمة الحقيقية أو الفكرة الحقيقية، فبصير في عندي حالة تشافي. طيب اليوم وقت نقول نحن السعادة قرار، لازم نعم. دائما نطمح للأفضل، نتجاوز مراحل بحياتنا، نلاقي حلول. بس أحيانا أنت اليوم ما عندك خيارات، أوكي. بيكون ما عندك خيارات بموضوع ما بحياتك، نعم. بيكون ما عندك حتى حلول. اليوم اللي بيقع بالمشكلة هو عاجز أنه يلاقي حل، يمكن بحاجة لحدا خارج دائرة المشكلة هو اللي نعم. يقترح بعض الحلول، نعم. طيب اليوم أنا ظروفي ما بتسمح لي لا أختار ولا لاقي حل، أنا كيف بدي أكون سعيدة؟ طيب هلأ لأقول لك شيء. أول شيء الواقع هو وقوع أفكارك ومشاعرك، وقوع ما تؤمن به في الداخل. فأي شيء أنا أؤمن فيه بالداخل هو سيتجلى بعالمي حقيقة، تمام. فإذا أنا يلي بدي أشتغل عليه هو رقم واحد مشاعري وأفكاري. أنا لما بشوف اليوم أنه حياتي واقفة، ظروفي سيئة، ومثلا كل ما بمشي بجانب وظيفة بيتعطل أو ما بنقبل، كل ما بمشي بجانب مال بلاقي أنه ما في رزقة أو بلاقي رزقتي كتير قليلة وانصرفت مباشرة، كل ما بيجي فوت علاقة عاطفية بلاقي أنه أنا أكلت مثلا كم بهذا المكان وكان سيء. حقيقة كتير هدول أكتر ثلاث مشاكل عم قلك عليهم يوميا، يعني عندي ياهم بالجلسات تقريبا، أو لا يخلو نهار. حتى اليوم مشكلة عامة من هيك يعني. مشكلة لحقلك ليش؟ لأنه البرمجة والوعي الجمعي هو يلي حاكم على هذا الأمور. أول شيء ربطنا نحن دائما سعادتنا بشريك حياة، أنه لازم يكون معي شريك حياة، لازم أحصل على الحب، أحصل على الاهتمام، أحصل على الدلال، مع أنه حقيقة يعني كسواء رجل أو امرأة لا يحصلوا على شريك حياة عن جد يقدم لهم هذا الشيء ويكون معاهم بهذا الشيء، بدهم يكونوا هن عايشينه بالأول، ثم بدهم يكونوا مؤمنين من الداخل، تمام، بإني أنا عن جد يعني بستحق هذا الشيء، بس مش بستحقه هيك من برا وحكي، لا، الموضوع قائم على شعور، تمام. لما نحن نربط انه المال او نحط حتى احكام، يعني عندك موضوع العلاقات، نحن حاطين احكام انه العلاقات دائما سيئه، حاطين احكام انه الرجل دائما سيء، تمام، هي احكام خاطئه. انت لما تكون متبني هي الاحكام فهذا حيتجلى بعالمك نفس الحكم يلي انت حاطه. فلما تشوف انت عندك كل هاي التعثيرات باي جانب، بلش حط ورقه واسال حالك سؤال، انت شو الاحكام يلي حاططها هون على هذا المكان، اي مكان، بلش
يا بلش لاقي شيء يساعدك تعالج هي الأحكام لتتحول إلى أشياء إيجابية تشيل هي الأحكام، يا دور على معالج يساعدك تشيل هي الأفكار والمعتقدات، سواء كان عن مال، سواء كان عن علاقات، سواء كان عن عمل، سواء كان الظروف هي أنا يلي بديرها مش هي اللي بتتحكم فيني. أنا أتحكم بالظروف لكن الظروف لا تتحكم فيني ايا كان. يعني فيك من ابسط شيء بورقه وقلم تشتغل مع حالك بهذا الشيء، وصدقا الموضوع قد يبدو شوي انه هو احيانا الناس بتفكره صعب، بس كوني انا اشتغلت مع الاف الناس لليوم حقيقه والنتائج الحمد لله رب العالمين كثير ممتازه وحلوه، فهذا الشيء هو بدايته بيعذبوك، يعني بدايته بيقول لك صعب كذا، بس اول ما تبلش تطبق من اول اسبوع بتبدا تفرق نفسيتها، بتبدا تفرق طاقتها، وبتلاقي انه الاستمراريه بلشت تكون اسلس. اكيد علاء بدنا نتمنى لك السعاده الدائمه بحياتك لك ولكل الاشخاص اللي عم يحضرونا، اكيد نتمنى السعاده للجميع. أكيد واكيد معلومات كثير مهمه قدمتينا اليوم، بدنا نتشكر حضورك معنا.